بخير ولا الناس بخير. تبارك الله عليك ونهار كبير هذا ونحيو المغاربه. ولكن كبار كل اللي نجحوا ودوك اللي سقطوا كنقولوا الله يعاونهم وفرص قديمه جايه جديده وصحه وسلامه وطول العمر. اليوم ان شاء الله عاوتاني كتب الله واحد الفنان ديالنا اللي هو ابن مدينه بوعرفه، وبالفعل من 2016 ولا وهو كيتابع هذا الشيء ديال هذا الفن. يعني بدا في الاول كهوايه ولكن في التالي سكنوا في الدم، ولكن الفن بالفعل كيسكن في الدم. غير الفن هو دائما الفنان كينشط الناس واخا يكون عنده مشاكل ديالو كيتفاداها ويخليها، وكيحاول ينشط الناس باش الناس تكون على احسن حال واطيب الاحوال. هنا كنقول لكم تبارك الله عليكم خوتي، دائما دعموا القناه بابوني وجرس وجيم، وذلك فضلا وليس امرا، الفضل منكم كيرجع. تحياتي الاخ الكريم، حياك وعاد ان شاء الله تبارك الله عليك. اليوم راك في ضيافات قناه طريف ديلي. ماذا بك اعطينا الاسم الكريم بعد اولا الاسم الغني خويا طارق، الاسم عبد الغني، الاسم الفني الغني القيلي. الاسم الفني عبد الغني القيلي. اخي عبد الغني حياك الله وعاك تبارك الله، ولكن كنلاحظ واحد الملاحظه، يعني واخا ما نديروها كمزحه الله يبارك فيك، كنشوف بان كيقولوا عبد الغني القيلي، عبد الرحمن القيلي، الطيب القيلي، دابا سرو بني القيلو بني قيل تبارك الله، راه قبائل كثيره في البلاد وكما كيقولوا هما العرش الخضر. علاش كيقولوا بني قيل العرش الخضر؟ لانه هو عندها عده قبائل، وهاد القبائل يعني بحال واحد الشجره متفرعه باش كيقول لك دائما العرش الخضر. تبارك الله عليك. واش اللي عندنا حاليا انت كفنان كتغني الاغاني؟ اعطينا الاغاني اللي كتغنيها، اغاني اللي كتغنيها شنو هو النوع ديالها؟ اغاني شعبي راي عربي واي واي. المهم كتمشى على حساب العصر، يعني كيف نقول الجديد كتمشى مع الجديد. كلشي كنغني. تبارك الله عليك خويا. الله يبارك فيك. عبد الرزاق. عبد الغني. عبد الغني حياك الله ومعذره اذا كانت شي هفوه بالنسبه للجمهور الكريم. المهم خويا عبد الغني حياك الله ورعاك. ماذا بك بغيتك تعطيني شي موال ديال راي عروبي لهاد الناس يسمعوه؟ ممكن؟ ديروا مقبل الصوت. السلام عليكم. ايه ويا قلبي بركاك بالعشق تهنى وسعفني لو بغيت انا وتريح اسيدي، وراه العشق مع البنات القمنا وما عشق اليوم الليل وقضية نسوان حياة، وعشقوا في البال والفن يفنى وفي المال بالدور نضرب الجيح. اشكرا في خاطرك اخويا كريم طارق، اشكرك اخويا على الاستقبال وتحياتي. واه سيدي كيقول لك في خاطري، مرحبا في خاطري ماشي بوحدي وانما مع الجمهور ديالي والمتتبعين الكرام. كنتمنى لهم الصحة والسلامة وطول العمر كل متتبع كريم في جميع أنحاء المعمور. مغربنا الحبيب من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه، ونتمناو باش إن شاء الله تكون الأيام زينة وخضرة ورائعة. حياكم الله ومعكم وشكرا لكم مع قناة طريف تيفي. في إضافة فنان اليوم درنا الإضافة ديال الأخ عبد الغني القيلي. عبد الغني القيلي، عبد الغني القيلي حياك الله ورعاك وتحية طيبة، والملقى رحمة إن شاء الله في شي لقاء آخر. تحياتي شكرا لمتابعي القناة ديالك، شكرا طارق سيدي، وكنقولوا لكم ان القناة في المزيد اللي بغى يدخل يشارك معنا مرحبا به، وتحياتي كاع الناس اللي بغيونا والناس اللي بغيو القناة ديالك. عطيوها الاسم، الاسم اللي دارها عبد الغني القيلي بوعرفة. القيلي بوعرفة، تحياتي ليك وتبارك الله عليك. شكرا 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 جزيلا، والملاقاة ان شاء الله رحمة. شكرا ان شاء الله، الله يلاقي نفس عمرك. تحياتي وشكرا لك.